تحطي اللايك واشتركي في القناة احسن لك، وتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. النهاردة فيديو عجب ممتع، جايبه لكم مشتريات تركي هتعجبكم قوي، والمفاجأة ان المشتريات دي من فين؟ من فتح الله. يعني الروتين بتاع النهاردة ان هنشتري مشتريات من فتح الله. بس في البداية قبل ما امزجكم بالحاجات دي، فاكرين ما كنت وريتكم مجلة رويال هاوس وقلت لكم ان في عرض جميل بديع ومنزلين في سعر الحاجة اللي هي الحلوة اللي عجبتني دي وان بفكر ان اجيبها؟ ما كدبتش خبر. اها رحت جبت، اها زي ما قلت لكم وهفتحه معاكم. هو ده، فاكرين علب الميكروويف ماركة زهران كان سعرها 92 جنيه ونص، وعملوا تخفيض عليها فبقى سعرها 69 جنيه. مكتوب عليها ايزي باك، ومكتوب على العلبة انها للميكروويف وللتجميد والغسالة الاطباق، يعني ينفع تدخل غسالة الاطباق، ومكتوب عليها للطعام. للطعام ايه البداية الغير مبشرة للخير دي، وانا اللي متوسمة خير في العلب؟ ايه للطعام دي يا جدعان؟ ما المفروض ان يعني تكون لايه يعني؟ ما طبعا العلب للطعام. هما 3 احجام، كل حجم مقاس مختلف. طبعا العلب مكتوب عليها رقم 5. شكلها وخامتها حلو طبعا وجميل. المقاس الكبير 2.25 لتر. زي ما قلت لكم ان هو عليها رقم 5 وانها بتدخل الميكروويف بس من غير غطاء، يعني ساعة الميكروويف تدخل من غير غطاء، وانها عادي يعني تتحط في غسالة الأطباق عشان تتغسل. المقاس الثاني 1.25 لتر، الساعة بتاعته. لا بصراحة هي جميلة ومحكمة الغلق وحلوة جدا يعني، والخامة بتاعتها كويسة. المقاس الثالث ده، وده أصغر واحد فيهم، والساعة بتاعته 1.25 لتر، والعلب زي ما انتم شايفين محكمة الغلق، وهي سهلة فتحها وقفلها، يعني بعد ما تسخني فيها الحاجة ممكن كمان يعني تحتفظي بالحاجة فيها في التلاجة بخطوة. فجميلة جدا العلب دي. هحط بقى العلب جنب بعض عشان تشوفوا الفرق في الحجم بين كل علبة والتاني. دي كده كانت اول حاجة حبيت اوريها لكم، وكانت من رويال، وكل واحدة حطيت لها غطاها. حطي لايك. طبعا العلب ماركة زهران. بقية الحاجات كلاتها من فتح الله. يا ترى ايه اللي جواك يا كيس؟ حطي لايك. تعالوا بقى اما نشوف هيطلع لنا ايه تاني. لا ما تقولش، مش ممكن علب تاني بردك للميكروويف. تخيلوا ظهر ده يوم العلب العالمي للميكروويف، يوم الميكروويف العالمي. العلب عليها رقم 5، هي طبعا بتدخل الميكروويف وبتتحمل السخونة.
دي الساعة بتاعته، دي كل الألوان، هو الاختلاف في لون الغطاء. دي كل الألوان المتوفرة، وهي فعلا الألوان دي موجودة. العلبة شفافة لكن الغطاء هو اللي بيكون ملون. انا طبعا جبت اللون الاخضر عشان انتم عارفين ان انا بحب اللون الاخضر. ايه ده؟ كله تحت السيطرة، ما تجروش ما تجروش، هجيبهم ليا كلام معاهم بعد التصوير ولا كأن حاجة حصلت، كله under control. وبعدين معاكي علب مش كده؟ عندنا تصوير، ما تحرجيناش بقى. حط اللايك. ايه العلب الشيطانية دي؟ تنخوية ولا ايه؟ ده المقاس التاني، دي كده اللي هي اكبر علبة، ده شكلها والخامة بتاعتها. اوريكوا بقى الغطا بتاعها، هو محكم الغلق جدا. طبعا انتوا عارفين ان انا موت موت في اللون ده، وهذا اللون عليك يجنن يخرب بيت عيونك. عدوها. الشكل اللي جاي ده اصغر شكل، الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالغطا بتاعه اهو. علبة بنت حلال مش مزعجة زي بقية اخواتها. على فكرة سعر الثلاث علب دول 49 جنيه. حسيت صراحة ان السعر ده جميل ولقطة، والعلب محكمة الغلق وخامة العلب حلوة قوي، يعني تستاهل. ده كده المقاس الوسط وبالغطا بتاعه. طبعا سعرها كده يعني ما يعتبرش غالي خالص، يعني السعر جميل كله على الطبيعة. عادي جنب اخواتك، عادي متحركيش. هون انهو. حط اللايك. يا ترى يا هل ترى معايا ايه تاني؟ استنى بس عشان احط لهم الماركة المسجلة بتاعتهم. جواكي ايه يا كيسة؟ الكيسة دي فيها ايه؟ اها شفشق، شفشق كيوت امور. الشفشق ده ناداني وقال لي تعالي خديني، شكله كيوت قوي. حط اللايك. هفتح لكم اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. بصوا دي الساعة الكرية بتاعته، وعليه رقم 5 يعني بيتحمل السخونة. رقم 5 اهو. هو لفت نظري في الشفشق ده ان هو ستريت كده وكنس، ما ياخدش مساحة كبيرة. دي كمان الالوان بتاعته، وان الغطا بتاعه محكم الغلق، وسعره كمان حلو قوي. هو سعر 21 جنيه، والخامة بتاعته جميلة جدا وشكله كيوت. مكتوب كمان ان هو ضد الكسر، وان هو صنع في مصر. جميل مش كده؟ حط اللايك. جبت ايه كمان يا بناويت يا بناتيت يا بنتدود؟ حط اللايك. جبت البولة دي، قلت عشان لما اعمل سلطة كميتها كبيرة احطها، السلطة البلدي احطها في البولة دي لما يكون كميتها كبيرة. ودي تمنها 8.50 جنيه، في منها كل الالوان، بس انا جبت اللون الاحمر عشان السلطة البلدي اما اعمل سلطة كميتها كبيرة.
جبت كمان البخاخ ده، هو حجمه صغير مش كبير، اللون الموف ده 12.50 جنيه، هو صنع في الصين. مش راضي يقفل، فهمت، يبقى هو عايز يتصور، عايز يطلع من الكيس ويتصور. أضواء الشهرة بقى يا جماعة، معلش، يلا مش هنكسفه. وهو اهو بيبخ كمان، اهو صورناه وهو بيبخ. ابسط يا عم، اتشهرت يا بخاخ. كمان جبت الازرق، طبعا ادم ازرق يبقى اكيد جاي لمين؟ للدبليو سي طبعا. برضه ب12.50 جنيه، ما هو زي اخد تاني نفس الحجم، يعني اختلاف في اللون بس، فاكيد برضه هيبقى ب12.50 جنيه، وبرضه هنفتحه عشان ما يضربش اخو البخاخ التاني، البخاخ المشهور التاني. اضواء الشهرة بقى يا جماعة، بخ بخ بخ، اهو اهو بيبخ بيبخ. يلا اقعد كان بقى اخوك البخاخ المشهور، انت هتخلطوني ولا ايه؟ تقلوا بقى. لا ايوه كده، بخاخاتنا بتشغل بالبخ. جبت كمان فوط التنظيف الشاملة، مكتوب عليها انها زومتان عالية وزوم تصاص عالي للسوائل، طبعا هي قبل الغسيل، يعني بتستخدم اكتر من مرة وبتتغسل. هما 5 قطع، 35 سنتي في 38 سنتي. مكتوب عليها انها تركي، هو انا في الحقيقة توسمت فيها خير، يعني انا ما جربتش النوع ده قبل كده، بس انا توسمت فيها خير وقلت اجربها. سعرها عجبني، 13 جنيه، 5 قطع، فانا قلت اجربها، ممكن يطلع نوعها جميل. استنوا ما افتحها لكم اوريكم شكلها وخامتها وحجمها، وزي ما قلت لكم اني ما جبتش النوع ده قبل كده، بس انا يعني حبيت ان اجربه يمكن يطلع نوع كويس. ايه بتعكسيني ليه؟ مش عايزين يطلعوا هما كمان؟ ده ايه اليوم ده؟ اهو اتفرجوا، كل ده ولسه ما دخلناش في التركي. خليكوا قاعدين، ما حدش يمشي، حط اللايك. بصوا بقى جبت كمان ايه، دي هي في الحقيقة عيشة، يعني تحطوا فيها العيش او تقدموا فيه العيش، صراحة شكلها رقيق جدا وتحفة. حطي لايك. حطيتيه؟ حاجة كده كيوت كيوت كيوت، مش قلتلكم كيوت؟ صراحة انا اتسمرت قدامهم، معرفتش اجيب نهون نهين لون، هم عندهم كل الالوان، بس انا قلت ما كترش. كل ما هنالك ان جبت الازرق والبرتقالي، بصوا عشان احط فيه البرتقال، ياللي زرعت البرتقال، يلا اجمعوا ان الاوان، يلا حط لايك، اجمعوا ان الاوان، يلا حط لايك، يلا اجمعوا. بين ايدينا البرتقال، هلوا علينا يا رب كتر البرتقال، ويلا اجمعوا، وياللي زرعت البرتقال، يلا اجمعوا ان الاوان، يلا اجمعوا ان الاوان، يلا يلا كمان. وجبت الاخضر، ممكن احط في الاخضر الموز. جبت كمان الابيض، قلت بقى ابقى انوع حسب نفسيتي، بتقول ساعتها ايه احط الفاكهة في ايه والعيش في ايه، الله يكون في عونهم. سعر العياشة 19 جنيه. حطي لايك. والله صبرتم منورتم، نخش بقى في قسم التركي. حطي لايك. جبت الكيوت الحلو ده، شايفين جماله؟ امور. شايفين طعمته؟
حمول. سعره 35 جنيه ومكتوب عليه ميد ان تركيا. حط لايك. جبت كمان شنطة الورد دي برضك ميد ان تركيا، سعرها 25 جنيه. حط لايك. شايفين الورد وحلاوته؟ امور برضو ميد ان تركيا. جبت كمان غازة ورد على شكل رشاش. يا جماعة نسأل زلالة يا عطش. سعرها 25 جنيه وبرضو ميد ان تركيا. اسأل زلالة لياتش ميد ان تركيا ياتش. حط لايك. اسأل زلالة لياتش. جبت كمان دي غازة الزرع البطيخي دي، شايفين حلاوتها؟ قعدت احاول افتكر اللون البطيخي ده بيبقى اسمه ايه. مفيش امل، مفيش فايدة. حط لايك. فهو البطيخ بقى، بيت الزعيمة ما سابش حد في حاله. شايفين اللون جميل ازاي؟ وبرضو ميد ان تركيا. سايق عليكم النبي، اكتبوا لي في الكومنتات اللون البطيخي ده بيبقى اسمه ايه. الزرع العطش يا طش. الواحد حاسس ان هو قاعد في جنينة. مال الفيديو قلب على جنينة كده ليه؟ الواحد حاسس ان هو قاعد في حديقة يا جدعان. دي كمان جبتها من قسم الحديقة، قصدي من القسم التركي. شايفين هي لونها في الزوق فاتح. بيدن تركيا سعرها 25 جنيه. يعني في الحقيقة انا عشان اجيبها يعني نادولي على حد يجيبها، لان هي كانت متعلقة فوق خالص. اطول واحد فيك يا فتح الله هو اللي جابها لي، يعني الراجل كان يعني مش طايله بس هو جابها بصراحه. هي كانت متشعلقه فوق كده والراجل اتشعلق، معرفش اتشعلق ازاي وجابها. هو كان في اشكال تاني كتير، يعني في الشكل اللي هو السور بتاع الحدائق وبيبقى جواه زهور، ده موجود عندهم، وموجود عندهم اشكال كتيره تانيه خالص. ده كده كان روتين النهاردة. انا شفت الحاجات التركي دي وجبتها وجريت اقول لكم عشان هي متوفرة في فتح الله، وانا عارفة ان في ناس حابة الحاجات دي قوي ونفسهم يجيبوها ومش بتكون متوفرة غير في الجروبات. ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.